مرحبا بيكم مرة ثانية، ودلوقتي موعد آخر أخبار النادي الأهلي وطبعا الفرق المختلفة اللي بنحب نطلع حضراتكم عليها. ومراسلتنا العزيزة منى إبراهيم موجودة دلوقتي في مقر النادي الأهلي بالجزيرة. يا منى صباح الخير، صباح عليكي أنا وكريم طبعا وكل دلوقتي جماهير 10 الصبح في الأهلي اللي بيتابعنا. سامعك، اتفضلي يا منى. صباح الخير عليك يا نهوان، صباح الخير يا كريم، صباح الخير على كل مشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان. زي ما قلتوا أنا دلوقتي في المقر الرئيسي للنادي الأهلي بالجزيرة علشان أنقل لكم كالعادة كل اخبار النادي الاهلي وفرقه الرياضيه المختلفه. خلوني في الاول بس اطمنكم عن حاله الطقس وحاله المروريه كمان للاماكن المحيطه بالنادي. حاله الطقس دلوقتي درجه الحراره 13 درجه، الجو يعني مستقر الى حد ما، وكمان الاعضاء بداوا بالفعل بالتوافد على المقر الرئيسي بالنادي هنا بالجزيره. كمان في سيوله مروريه جيده للاماكن المحيطه كلها بالنادي، يعني في سيوله مروريه جيده كلها في الاماكن المحيطه. خلونا بقى نبتدي باخبارنا النهارده، وطبعا البدايه بالفريق الاول لكره القدم وبعثه النادي الاهلي اللي هتطير اليوم الى الخرطوم. البعثه طبعا برئاسه نائب رئيس النادي الاستاذ العمري فاروق هتطير الى الخرطوم علشان تقابل ان شاء الله الهلال السوداني يوم الجمعه المقبله الساعه 3 العصر في دوري ابطال افريقيا. لكن في النهارده تمرينه هتبقى خفيفه كده على ملعب مختار التتش للفريق كله بقياده طبعا مستر موسيماني. يعني كانت بدأت الساعة 9:30 وبعدين هيتحركوا مباشرة إلى المطار. كمان يعني إن شاء الله طبعا بنتمنى التوفيق لفريقنا، وإن شاء الله الأهلي يفتتح مشواره في هذه البطولة، وإن شاء الله تبقى بطولة جديدة بتضاف إلى بطولات النادي الأهلي. يعني طبعا عارفين إنه كمان اللي موجود في المجموعة مع النادي الأهلي والهلال السوداني كمان المريخ السوداني وسان داونز الجنوب أفريقي، ومباراتهم إن شاء الله تبقى يوم السبت القادم الساعة 3 العصر على ملعب الأهلي السلام. كل التوفيق لفريقنا وان شاء الله تبقى بدايه مشوار قوي وبطوله نحو بطوله اهلاويه كمان جديده. خلونا بقى ننتقل ونروح لباقي الفرق الرياضيه المختلفه، والبدايه بفريق كره الطايره رجال الماسترز طبعا اللي قدروا امبارح يفوزوا على فريق مصر للبترول بثلاثه اشواط نظيفه دون رد. يعني كمان هم دلوقتي عايزه اقول لكم يا نهواندو يا كريم انه الفريق او ماسترز رجال كره الطايره قادرين ان هم دلوقتي يحافظوا على سلسله الانتصارات اللي بيقدموها لنا والعروض القويه جدا اللي بيقدموها من اول الموسم. متصدرين المجموعة برصيد 24 نقطة، فازوا على 8 مباريات، فازوا بثمان مباريات من أصل 8 مباريات أيضا، وعاملين بطولة كبيرة جدا في كل المباريات لحد دلوقتي. هيواجهوا نادي بتروجيت يوم السبت المقبل إن شاء الله. سيدات الطايرة كمان هم يعني كان عندهم أمس راحة سلبية بعد فوزهم على نادي طيران أول أمس بثلاثة أشواط نظيفة. كمان النهاردة هيرجعوا لتدريباتهم مرة تانية بشكل قوي ومستمر. تدريباتهم الجماعية النهاردة هتبقى على صالة الشهداء، وبيستعدوا كمان لمباراة الجزيرة يوم الجمعة اللي جاية على صالة الشهداء أيضا الساعة 8 مساء. واخيرا رجال كره اليد مستمرين النهارده ايضا في تدريباتهم على صاله الامير عبد الله الفيصل اللي هتشهد كمان مباراتهم المقبله داخل المقر هنا بالجزيره ضمن منافسات بطوله الدوري المحترفين لكره اليد، هتبقى امام نادي سبورتنج. كل التوفيق لفريقنا، كل التوفيق لفريقنا ان شاء الله فريق كره القدم وكل فرق النادي الاهلي المختلفه. بشكركم جدا للمتابعه، الكلمه تعود اليكم مره ثانيه. اتفضل. شكرا جدا يا منى، وشكرا كمان انت يعني اديتينا فكره عن دلوقتي الاوضاع داخل النادي والحاله المروريه واكيد برضو الطقس. شكرا ليكي جدا.